احنا ما ضلش شيء ما اكلناهوش، اكلنا على في الدجاج ويا ريت ملاقينه، اكلنا على في الدواب عزكم الله، اكل الحمير اكلناه في قلب البيت مش ملاقينه. والله كانت الحجه امبارح تعد الطعام على النار هي وزوجتي واختي، والله على ما اقول شيء عدت الطعام واحنا مش عارفين ايش بناكله. يصورك يا عم خليه يصورك. انا بخاطر ما بصحناش مساعدات، بنروح على الفاضي، الشعب كله بياخذ، اغلبي بموت شهداء، واللي بموت والناس ما بصح لهاش اللي زينا، احنا عندنا شلون ما بصح لنا شيء. ما فيش عنا اكل ولا شرب لاولادنا ومحاصرين في الشمال وما فيش ولا بيجي علينا اي مساعدات ولا اي شيء، والوضع عندنا صعب، وكيس الطحين ب 35 مليون و30 مليون، وفيش معنا مصاري نقدر نشتري كيس الطحين 30 مليون بالكلام هذا.